خلينا كمان نتابع مع بعض دلوقتي تقرير عن أحد الجامعات التكنولوجية، ويعني أتمنى من كل الطلبة والطالبات اللي هي اختبارات القدرات في إحدى الجامعات التكنولوجية، وأتمنى من الطلبة والطالبات يفكروا في موضوع التكنولوجيا اللي العالم بيتحرك فيها دلوقتي، مش هو العالم اتحرك، إحنا موجودين في وسطها. وأذكر باللي إحنا كنا قلناه قبل كده لحضراتكم في مساء دي أم سي، نصيحة لكل أولياء الأمور عشان يوصلوها لأبنائهم الطلبة والطالبات. خشوا كده على جوجل، كلكم بقيتوا لهاليب في السوشيال ميديا والحاجات دي كلها، خشوا على جوجل محرك البحث، اكتبوا عن، ابحثوا عن وظائف المستقبل، مستقبل ايه الوظائف المطلوبه فيه، احنا استعرضناها مع حضراتكم من اسبوعين تقريبا، بس مهم لكل الطلبه والطالبات يطلعوا على ده، يفهموا المستقبل هيكون عامل ازاي، لانه من هنا على مدار 4 سنين الدنيا بتتغير. طب ما انت يا عم بتقول لي ابص على وظائف المستقبل دلوقتي، المستقبل ده مش كم 4 سنين، مش هتبقى الدنيا اختفت، بس 4 سنين هتبقى في وظائف موجوده دلوقتي قد تكون لا وجود لها، مش مطلوبه في سوق العمل، فدي نصيحه لكل الطلبه والطالبات. تعالوا نشوف ناخد فكره كده عن اختبار القدرات في احدى الجامعات التكنولوجيه، هي جامعه القاهره الجديده للتكنولوجيا، نشوف اختبارات الطلاب الجدد، اختبار القدرات، ونلتقي بعد الفاصل. يتقدم سنويا 20% من طلاب الثانوية العامة و80% من خريجي الدبلومات الفنية وخريجي المعاهد الفنية لتأدية اختبار القدرات بجامعة القاهرة الجديدة للتكنولوجيا. قبل ما الطالب يلتحق عندنا لازم نطمن انه يقدر يساير نظام التعليم عندنا، فبنعمل له امتحان قدرات للتعليم التكنولوجي، والامتحان ده بيبقى عبارة عن الأساسيات اللي درسها في الرياضة زائد الاساسات اللي درسها في الحاسب الالي زائد اللغه الانجليزيه بالطبع، لانه الدراسه عندنا باللغه الانجليزيه. هم دول الثلاث مواد الاساسيه اللي الطالب يقدر يذاكرهم كويس قبل ما يجي علشان يقدر ينجح في الامتحان، لان النجاح من 60%. طموحي ان انا افكر اعمل حاجه جديده بعيد عن هي مصر، اعمل حاجه جديده لنفسي، يعني اطور من نفسي، وانا احب دايما وانا في مجال شغلي اعمل حاجه مميزه. متاكده ان انا هتعلم حاجات كتيره، هتعلم حاجات هتفيدني، حاجات هتخليني في المستقبل احسن. تلتفت الدوله لتاهيل الكادر الشبابي لسوق العمل الصناعي والتكنولوجي، هذا من خلال الجامعه ومن خلال مجموعه مختاره من المجالات المتطوره في العالم في هذا القطاع. في تعاون دولي مع انجلترا ومع امريكا، وفي يمكن ان شاء الله على نص الشهر اغسطس هنبتدي نمضي بروتوكول مع سكوتلاند ستراس كلايد، متخصصه في الاطراف الصناعيه، دي اكبر جامعه في العالم في مجال الاطراف الصناعيه. الغرض الاساسي ان يبقى نفس الكريكلم المحتوى، نفس الستاندرد ديجري هتبقى موجوده، ويقدر في اخر مرحله ثالث سنه نعمل ديوال ديجري بحيث ان ياخدها من انجلترا او ياخدها من مصر هيبقى نفس الدرجه. ومن هنا اتى توقيع بروتوكول تعاون بين الجامعه وبين وكاله الفضاء المصريه للاستعانة بالخريجين. الثقة في الخريجين هنا أقول إنها بنسبة 100%، لأن ده يرجع لشيئين، اللي هيحط البرنامج المطلوب إن الطالب ياخده هنا وكالة الفضاء طبقا لاحتياجاتها وطبقا للمستويات اللي هي عايزة الطالب هنا يوصل إليها. الحاجة الثانية إن نظام التقييم هنا في الجامعة هو نظام متاخد من أنظمة عالمية، وهو نظام فعلا ما يعديش الا الطالب المتميز اللي انا سالت هنا قالوا لي بيحصل يجب ان يحصل على 100% في التخصص اللي هو بيشتغل فيه. تتخذ مصر نهجا متطورا نحو منظور التعليم والعلم في منظماتها، ففي الشباب المستقبل، وبالتكنولوجيا تبنى حياة المستقبل. خلود الرفاعي، مساء دي ام سي. Thank you.